احنا مشكلتنا اليوم، خلني بس اختلف وياك في الراي، انه وجودك من الحياه اسقطك لانك اختلفت وياي في الراي. مو الشكل، يمكن الراي الاخر صحيح ويمكن خطا، ما في مشكله، بس حاور انت ليش تلغي الآخر مجرد أن يختلف وياي الآخر؟ ألغيه، أشطب عليه، أسقطه. وهذا جاي صاير في كل حياتنا من قممنا إلى أدنى المستويات، مجرد أن نختلف في الآراء يصبح كل واحد يلغي الآخر وكل واحد يسقط الآخر، وبعدها تصير نزاعات وتصير خلافات وتصير حروب وتصير مشاكل لأننا اختلفنا في الرأي. ما في مشكلة، خلي يختلف الآخر معك في الرأي، ربما تكون أنت على الحق وهو على الباطل، بس ممكن تصحح رأيه، مو أن تلغي الرأي، مو أن تشطب على رأيه، مو أن تحاربه.